أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف تقرأ زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للسعودية وما دلالات توقيتها؟ وهل الأحزاب الحاكمة في بغداد تريد عودة العراق لحاضنته العربية؟ هل تسمح الأحزاب بذلك؟ لا سيما وأنها سعت وبشكل متواصل إلى عدم السماح للعراق بالعودة إلى عمقه العربي والدفع باتجاه زيادة النفوذ الإيراني. كيف لحكومة غير قادرة على إكمال نصابها وغارقة في الفساد أن تستعيد مكانة العراق الطبيعية؟ هل هناك فعلا إرادة عربية للانفتاح على حكومة بغداد؟ وهل العرب فعلا قادرون على ذلك؟ كيف سيكون موقف إيران من ذلك والتي تسيطر على مراكز القرار في العراق؟ للحديث مشاهدينا الكرام ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ورحب بضيفي في الاستوديو السيد شاهو القرداغي الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك استاذ شاهو. حياكم الله يا استاذ. ورحب ايضا بالدكتور اسامه الملوحي رئيس هيئه الانقاذ السوريه ينضم معنا عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور. حياكم الله. وارحب ايضا بالدكتور فاروق الرعوي ينضم معنا عبر سكايب السفير العراقي السابق والاكاديمي. مرحبا بك دكتور فاروق. اهلا وسهلا، اهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين. حياكم الله ضيوف الكرام. إذن مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. التطورات الكبيرة على الساحة الدولية تلقي بظلالها على علاقات العراق الخارجية لا سيما مع جيرانه، لتضع الحكومة الحالية في بغداد أمام طريقين: إما العودة إلى الحاضنة العربية التي تعيش أزمات تلو الأخرى، أو إيران التي تسيطر على مراكز القرار في العراق. الأحزاب ذات الولاء الإيراني والمتنفذة في الحكومة تسعى وبشكل متواصل إلى عدم إعادة العراق إلى العمق العربي والدفع باتجاه زيادة النفوذ الإيراني ونسيان ماضيهم في حرب الثمان سنوات التي حصدت نحو مليون قتيل، فيما تتعالى أصوات بعض البرلمانيين من منظمة بدر المعروفة بولائها لإيران بعد ساعات من زيارة رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي إلى السعودية لتظهر مخاوفها وتشكيكها بنوايا الرياض في إعادة العلاقات مع بغداد. عبد المهدي أشار إلى أن الزيارة إلى السعودية ملفاتها مكشوفة أمام الجميع، وذلك لطمأنة الإيرانيين بأن العراق لن ينقلب عليهم. ويبدو أن القوى السياسية الموالية لإيران في أزمة حقيقية، ولم يعد بمقدورها التغطية على حجم الأضرار التي لحقت بالعراق خلال 15 عاما الماضية، فقد جربت إيران طيلة هذه السنوات العجاف، فنهبت أموال العراقيين وفككت وسرقت مصانعهم ودمرت مزارعهم، ولم تسمح لأي فرصة تنموية يمكن أن تنازع بضائعها. اجتماع رؤساء برلمانات دول جوار العراق في بغداد الذي لم تتجاوز فترة عقده 3 ساعات أكد في البيان الختامي على ضرورة استقرار العراق وإعادة بنائه، لكن ما يترجمه الواقع لا يدل على الاستقرار والبناء. و30 مليار دولار التي وعدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت بداية العام 2018 لم تصل حتى الآن، ويبقى التباين كبيرا في وجهات النظر حول مبررات الحكومة في بغداد والتي لم يكتمل نصابها بعد إلى التحرك نحو الوسط العربي، بين من يعتبرها محاولات لفك أزمات اقتصادية وأمنية والعودة للحاضنة العربية والابتعاد عن النفوذ الإيراني، وبين من يعتبرها منسجمة مع رغبة إيران بجعل حكومة بغداد حصان طروادة لخرق البيت العربي بهدف إفشال العقوبات الأمريكية على إيران. أهلا بكم مرة أخرى. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على موضوع انفتاح العرب على حكومة بغداد وكيف هي قراءة المواقف والتداعيات. يعني أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، يعني يتطلب ربما هذا الواقع واقع صعب، يتطلب الفهم من حيث السياسة الخارجية. السعوديون في البداية يزورون العراق، ثم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يزور السعودية. كيف تقرأ زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للسعودية؟ ما دلالات التوقيت؟ هل هو تقارب فعلي أم ماذا؟ تحياتي وتقديري لكم. حقا بعد الظروف التي عاشتها العراق والأزمات المتتالية، الآن العراق أمام مفترق طرق،
أولا إما الاستمرار على السياسات التي تم اتباعها منذ 2003، الانقطاع القطيع الكاملة مع الدول العربية ومع المحيط العربي، والاستفراد الإيراني التام في العراق واحتكاره من قبل السوق العراقي، والسيطرة الكاملة على المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري للعراق. هذا أول خيار، وفي السير على هذا الخيار نفس النتائج تتكرر: إخضاع العراق لإيران، وأيضا تدمير القطاعات المختلفة في العراق. الخيار الثاني هو الانفتاح على الدول العربية والمحيط العربي، ولكن هذا الخيار أيضا يتطلب وجود استراتيجية وسياسة وطنية وراء هذا الخيار، وليس مجرد الاستفادة من الانفتاح العربي لأجل التخفيف على العقوبات الأمريكية على إيران. وهذا الأمر يزيد الشكوك حول الانفتاح العراقي على الدول العربية عندما تؤكد إيران أنها تستخدم علاقتها التجارية مع العراق لتجاوز أثر العقوبات. وبالتالي العراق من الضروري أن يتعامل مع الدول العربية ويكون لديه انفتاح على الدول العربية الغنية التي تدعم العراق وتساعد العراق في مشاريع إعادة الإعمار وباقي المشاريع البنيوية وبنى التحتية. وهناك فرق كبير بين هذه العلاقات بين الدول العربية والعلاقات مع إيران التي تعتمد على استنزاف العراق لحماية نفسها ولبناء جدار للدفاع عن إيران من العراق. وبالتالي هذه الخطوات ضرورية في حال كانت تنطلق من سياسة وطنية وأيضا سياسة مستقلة، ولا تكون مجرد محاولة للاستفادة من المساعدات المالية من قبل هذه الدول التي لم تعد تنطلي عليها هذه الخدع ولم تعد تقدم المساعدات بشكل مباشر للحكومة العراقية بعدما أدركت بعد تجارب عديدة في الفترة الماضية أن أي مساعدات تقدم للحكومة لا تذهب إلى المشاريع بل تذهب إلى جهات أخرى، ميليشيات أو أحزاب متسلطة. وبالتالي أيضا تتعامل بحذر أمام هذا الانفتاح العراقي على الدول العربية. دكتور أسامة الملوحي، رئيس هيئة الأنقاذ السورية، مرحبا بك. حياكم الله. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أسامة. يعني إلى أي مدى ترى أو تتوقع أن الأحزاب الحاكمة في العراق تسمح للعراق أن يعود إلى حاضنته العربية؟ منذ عام 2003 هناك قطيعة كاملة للعراق عن محيطه العربي، يعني إلى أي مدى تتوقع أن الأحزاب ربما تسمح بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن نتكلم في الحقيقة كما يقال في اللهجة العراقية نخوط يم الاستكان، يعني الحقيقة يعني أكون صريح مع المشاهد الكريم، نحن أمام انعدام كامل لعمل عربي مشترك، لدفاع عربي مشترك، لتعاون اقتصادي عربي مشترك. فعن أي عودة نتحدث؟ يعني هذا أمر مهم للغاية. هناك نفوذ أمريكي على العراق وهناك نفوذ إيراني على العراق، والعراق بين هذين الذئبين أو ما بين هذين القطبين، الصراع والنفوذ والمساحة المتروكة لأي رئيس وزراء عراقي أمامه مساحة متروكة ليقترب أو يتقارب مع حكومات عربية، لا تتحدث مع تقارب مع محيط عربي مع شعوب عربية، هذا غير موجود أصلا، ولا يوجد اليوم عندنا أي عمل عربي مشترك. لذلك عندما نقول أن مثلا عادل عبد المهدي زار السعودية، فمن المؤكد أنه قد أخذ من أمريكا يعني إشارات أو سماح بأن يزور السعودية أو يتقارب مع السعودية أو غير السعودية. لذلك هذا الأمر يعني يجب أن لا نخرجه عن نطاقه بكلام عام، يجب أن نخصص. النفوذ الإيراني أيضا في العراق، هناك توافق ما بين هذا النفوذ وما بين النفوذ الأمريكي، لا يمكن أن تستمر أمريكا بوجود بعشرات الآلاف من الجنود الأمريكان عبر قواعد عديدة في العراق وعبر المنطقة الخضراء وعبر السفارة الأمريكية هناك. يعني هذا الوجود لم يصطدم أبدا مع النفوذ الإيراني من خلال وجود الميليشيات ووجود الأحزاب الموالية لإيران، لم يحصل أي صدام بين إيران وأمريكا. إذن
علينا أن ندخل أيضا في حسابنا وجود تنسيق أكيد ما بين أمريكا وإيران في العراق. كيف سيكون من وجهة نظرك أستاذ أسامة النفوذ الإيراني موجود في العراق منذ عام 2003 من خلال الميليشيات، كيف ستكون ردة الفعل الإيرانية تجاه هذا التقارب يعني بضوء أخضر أمريكي مثل ما تفضلتم؟ يعني إيران نتكلم نحن عن تنسيق بينها وبين أمريكا وعن مساحات محسوبة لم يحصل من خلال هذه الحسابات الدقيقة بين إيران وبين أمريكا ونفوذ الدولتين في العراق. هناك حسابات، هناك ترتيبات من تحت الطاولة، من يعني بأمور غير مباشرة، وكله جائز، لكن لا يستطيع أحد أن يتحرك إلا بموافقة أمريكية وبسكوت إيراني أو بتنسيق إيراني أمريكي. لذلك هذا الأمر ولا نستطيع أن نجزم بأنه والله رئيس الوزراء العراقي يستطيع تحدي إيران والذهاب إلى تقارب مثلا مع دول لا تريد إيران أن تتقارب العراق معها. إيران تلعب لعبة التوقيع السياسية في المجال الخارجي، ويجب أن نذكر أمرا هاما، السعودية تمول ما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب الذي فيه العراق وإيران مشاركتين من خلال الحشد الشعبي والمدعوم إيرانيا، ووجود قاسم سليماني أصلا ضمن الحزب الشعبي باستمرار. هذا الأمر يجعلنا نستغرب المعادلة، يعني قد تختلف على المشاهد، ولكن يجب أن نذكر أن السعودية تشارك في تمويل ما يسمى بمكافحة الإرهاب، أي بتمويل الحزب الشعبي، أي بتمويل ميليشيات وأحزاب تابعة لإيران بشكل غير مباشر. أرحب بالأستاذ دكتور فاروق الراوي الأكاديمي والسفير العراقي السابق. دكتور فاروق مرحبا بك. إلى أي مدى ترى أن زيارة عبد المهدي للسعودية وهذا التقارب أو هذا الانفتاح، ربما انفتاح العرب على حكومة بغداد، هو بضوء أخضر أمريكي؟ الحقيقة هي ليست الزيارة الأولى لرئيس وزراء عراقي، سبق أن زار حيدر العبادي السعودية، وسبق أن زار أكثر من مسؤول عراقي المملكة، ولكن كما قال زميلنا الضيف أن التنسيق موجود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران داخل العراق. المملكة غير مؤثرة الحقيقة في الساحة العراقية، للأسف راهنت على أكثر من شخصية من ضمن الأحزاب الحاكمة. كلنا نتذكر في سنوات الماضية زيارة الحكيم ودعم عمار الحكيم، ومن ثم زيارة مقتدى الصدر ودعم مقتدى الصدر. ماذا استطاع أن يفعل ثامر السهبان عندما حضر إلى العراق وكان هناك توجه على أن تكون للمملكة موقع أو إرادة داخل العراق لإعادة أعمار ما دمر؟ ثامر السهبان لم يستطع أن يستمر لأكثر من عام، هناك رفض كامل من قبل الأحزاب الموالية لإيران لأي تقارب عربي. وعادل عبد المهدي قبل أن يصبح رئيس وزراء كانت تصريحاته تدلل على انحيازه إلى إيران ودعمه إلى إيران، ونفس الشيء ينطبق على كل قادة الأحزاب والكتل السياسية الموجودة في السلطة العراقية، ولاءهم لإيران أكثر من ولاءهم للعرب. ولذلك حينما نتحدث عن إرادة عربية، أين هي الإرادة العربية؟ اليوم تغيب الإرادة العربية، لا توجد إرادة عربية بالمعنى الحقيقي. وكما ذكر الضيف، أين العمل العربي المشترك؟ أين لجنة الدفاع العربية المشتركة؟ كل هذه غابت عن الساحة منذ 2003 ولحد الآن لم نرى. ربما يكون كان لو سمحت ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذ أسامة الملوحي، المرشد الإيراني علي خامنئي انتقد التقارب العراقي السعودي، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقال إن التقارب ما بين السعودية والعراق لا يعكس موقف أو حقيقة موقف الرياض. كيف تنظر إلى هذا التصريح في ضوء ما ذكرتم من أن هناك تنسيقا موجودا ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
يعني هذا التنسيق الأمريكي الإيراني ليس بالضرورة أن يكون على مزاج إيران بالكامل، ولكن هناك أمور تريدها أمريكا ومن الطرفين، من الطرفين يكون صريحين. يعني ليس فقط عادل عبد المهدي مأمور أو أخذ السماح الأمريكي بزيارة السعودية، السعودية أيضا عندما تقاربت وتوجهت إلى العراق بزيارة على مستوى دبلوماسي أقل أيضا أخذت رأي أمريكا وأخذت السماح الأمريكي بأن تتقارب مع العراق، فلذلك الأمر من الطرفين. ولكن هذا الأمر يعني مثلا على سبيل المثال نحن إذا حصلت مواجهة محدودة بين أمريكا وإيران في المستقبل القريب، ضربات معينة محدودة للغاية، رغبة أمريكية بأن تبتعد إيران عن مناطق معينة في سوريا إلى آخره، قد يحصل ذلك، هذا يحصل. ولكن في النهاية التنسيق ووجود المساحات المحسوبة بين الطرفين أمر أكيد. وعلى فكرة يعني إيران تستطيع أن تحرج أمريكا حتى عسكريا في العراق، لأنه ميليشيات كثيرة في الأرض العراقية، وقضية يعني ضرب القواعد الأمريكية أو استهداف الجنود الأمريكان من قوى ربما تكون مجهولة يعني ظاهريا، هذا وارد بتحريك إيراني، وارد لو أرادت إيران منذ البداية، منذ الغزو الأمريكي للعراق، لو أرادت أن تعطل على أمريكا الغزو والاستقرار الذي حصل لها في العراق والغلبة أيضا لفعلت، ولكنها لم تفعل، فعلت العكس، تنسيق واضح وتعاون واضح، ولكن فيه مد وجذب، هذا يجب علينا أن نحسبه ولا تأخذنا الانفعالات اللحظية عندما يحصل هناك خلاف أو تصريحات. هذه خب تصريحات إيران تصرح تصريحات لا تنفذها أبدا، تصريحات وشعارات العداء لأمريكا والعداء لإسرائيل. ودائما نسأل السؤال الهام، كم جندي إيراني أو إيراني قضى نحبه في وهو يواجه الإسرائيليين مثلا على الحدود مع فلسطين أو في أي مكان آخر؟ نعم، شكرا لك. شكرا لك دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية لوجودك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ شاهو القرداغي، دكتور أسامة الملوحي وأيضا دكتور فاروق الراوي اتفقا على أن هناك تنسيقا أمريكيا إيرانيا فيما يخص هذا التقارب مع حكومة عبد المهدي، إلى أي مدى تتفق معهما؟ لا سيما وأن بحسب وسائل الإعلام الإيرانية وإيران مزعوجة من التطور في العلاقات ما بين السعودية والعراق. بلا شك مزعوجة، وأيضا لا ننسى أنه أي تواجد عربي سواء كان من المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى يكون على حساب التواجد الإيراني. الآن الاحتكار الإيراني الذي حصل في العراق بسبب ماذا؟ بسبب قرار الدول العربية في عدم التعامل مع العراق، ولكن أي انفتاح آخر على العراق يؤدي إلى تحجيم التواجد الإيراني حتى لو كان على صعيد فقط العلاقات التجارية. طيب الذي يسمع بالعلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية يحسب أن العراق الآن هو يعيش في بحبوحة أو في جنة أنشأتها إيران؟ يعني البعض مثلا غالب الشابندر أحد أبرز الشخصيات في حزب الدعوة قبل يومين يقول بأنه يعني خائف من أن السعودية ربما تنجز شيئا على أرض العراق، وبالتالي هو يخاف لأن الشيعة ستكتشف بحسب ما يقول بأن إيران لم تبني شيئا بينما السعودية بنت في العراق، بالتالي هو الشيعة مخدوعون يعني بحسب قوله وحسب وصفه. يعني من وجهة نظرك حزب الدعوة وإيران وأثرهما في العراق كيف ينظر إلى موضوع هذا التقارب الذي كان على وجه التنسيق مثل ما تفضل الأستاذين؟ بلا شك أن هذا التقارب مخاوف الأحزاب السياسية في العراق وأيضا الميليشيات القريبة من إيران والتي حذرت من هذا التقارب، وأيضا تصريحات داخل إيران قالت أن التقارب السعودية يأتي لضرب مصالح العراق. لماذا؟ أولا هناك سخط شعبي. طيب، نحن سمعنا في مظاهرات البصرة إيران برا وكان هناك احتجاجات على التدخل الإيراني، على التواجد الإيراني. أصبح النفوذ الإيراني مرتبط بالمخدرات الآن في كافة المناطق العراقية، يعني المخدرات وانتشارها أصبح مرتبط بالتواجد الإيراني. أصبح السلعة الفاسدة
والمواد الفاسدة مرتبط بالتواجد الإيراني، وبالتالي أي تواجد آخر يكون أفضل قليلا من هذا التواجد يكون على حساب النفوذ الإيراني، وبالتالي يخسر الحلفاء إيران وأيضا أتباع إيران ممن تم دعمهم خلال هذه السنوات الماضية. الآن لماذا هناك فرصة لهذا الانفتاح، وخاصة هناك تخوف أيضا من هذه الجهات بسبب السخط الشعبي، وأيضا كان هناك طرح سعودي وأيضا طرح من بعض الدول العربية الأخرى بتوفير الكهرباء وتوفير الطاقة للعراق ومساعدة العراق في الانعتاق من الخضوع للنفوذ الإيراني، بينما إيران كانت تستخدم الورقة الطاقة كورقة سياسية قطعت الكهرباء عن العراقيين عندما حصل خلاف بينها وبين الحكومة العراقية. وبالتالي عندما يكون هناك بديل أفضل بديل أحسن بلا شك أن الناس المواطنين يفضلون هذا الخيار أمام الخيار الإيراني، وأيضا يعني يتم إنهاء هذا العقيدة التي رسختها إيران عن طريق أحزابها عند العراقيين بأن العلاقات مع الدول العربية يتسبب في إضعاف العراق وأنهم يريدون استنزاف العراق. بالعكس الآن يرى المواطن أن علاقاته مع إيران خلال هذه الفترة الماضية لم تقدم له أي تطور عمراني أو مدني أو أي تطور في البنى التحتية، بالعكس يأتي مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات من هذه الدول العربية للعراق، يأتي مشاريع استثمارية، يشعر المواطن أن الأمور ليست كما صورتها إيران لها، يعني يتبدد هذا الوهم الذي كان يعيش فيه خلال هذه السنوات الماضية بأن الانفتاح على الدول العربية يجلب الإرهاب ويجلب الفساد. بالعكس عاشوا تحت ظل الأحزاب الموالية لإيران ولكن لم يستفيدوا وانغلقوا ولم ينفتحوا على العالم. الآن حتى الانفتاح الشعبي يعني هناك قبول شعبي لهذه العلاقات مع الدول العربية حتى لو كان تأثيرها قليلا على أرض الواقع، حتى لو اقتصرت على العلاقات التجارية، حتى لو لم تنجح في تحجيم الميليشيات، لم يعد هناك سخط شعبي أو لم يعد هناك رفض شعبي كما كان هناك موجود في السابق. لماذا؟ لأنه في السابق حتى الأدوات الإعلامية كانت للأحزاب الموالية لإيران وكانت تشيطن كل الأطراف العربية وأيضا تشيطن أي تقارب عربي مع المحيط العربي للعراق. الآن هناك وسائل إعلامية أخرى لم تعد الساحة محتكرة من قبل هذا الإعلام الخاضع لإيران ولتوجهات إيران، وبالتالي أصبح المواطن يشعر أنه كان في وهم وأنه كان يعني يعيش في ظل أكاذيب تم نسجها من خلال هذه الماكينة الإعلامية. وأيضا العقوبات على إيران أثرت على انشغال إيران بنفسها. سنأتي على موضوع العقوبات الأمريكية الآن، اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ الدكتور فاروق الراوي. دكتور فاروق، من وجهة نظرك هل ترى أن هناك يعني منذ عام 2003 16 سنة والعراق منعزل عن عمقه العربي، الأحزاب لا تسمح بأي يعني إعادة لأواصر التقارب، هل ترى أن هناك رفضا شعبيا فعلا للأحزاب الموجودة في العراق وتشجيعا على موضوع التقارب مع الدول العربية أو العمق العراق العربي من وجهة نظرك؟ الأحزاب الحاكمة في العراق مؤمنة إيمان عميق بمن يؤمن بولاية الفقيه يؤمن بأن إيران هي المرجع، ولذلك مرجعية من يتولى السلطة في العراق منذ عام 2004 من أيام إبراهيم الجعفري ولحد الآن هم على نفس النهج ونفس الأسلوب، تبعيتهم إلى إيران محسومة، ولاءهم إلى إيران هو أقوى من ولاءهم إلى حتى إلى العراق، يعني هو يشعر أنه ولاءه إلى إيران أقوى من ولاءه العربي، ولذلك يتصرف وكأنما إيران هي ليس الحليف وإنما هي مصدر القوة بالنسبة له. لم تجري أي تحركات حقيقية على أرض الواقع للانفتاح على الدول العربية. الدول العربية للأسف هي غير قادرة، يعني الآن إذا ننظر إلى العالم العربي معظم الدول العربية ما بين خاضعة إلى مشاكل داخلية أو إلى خلافات ما بين دولتين ودولة أخرى، دولتين متجاورة، ولذلك لا توجد إرادة عربية حاسمة قادرة على ملء الفراغ الإيراني لو حصل الفراغ الإيراني.
إيران استطاعت النفوذ والتغلغل إلى العراق مثل ما ذكر ضيفك الكريم بمساعدة أمريكا، وحتى الآن لم يحصل أي مواجهة حقيقية أو فعلية لمنع القوات التابعة إلى إيران. الحشد الشعبي والميليشيات هي قوة تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني، ولذلك لا زالت هذه القوة تتحرك في أرض العراق بحرية كاملة دون أي مساس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. العقوبات ربما تؤثر كما ذكر ضيفك الكريم. نعم، إيران الآن تمر بوضع صعب جدا، وخاصة إذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية الآن ومنعت الدول من استيراد النفط الإيراني، لأنها كانت تسمح لبعض الدول بموجب قرارات معينة. إذا الآن ألغيت هذه القرارات وطبق الحصار الكامل والعقوبات الكاملة على إيران، نعم إيران ستكون ضعيفة، وإيران لا تستطيع أن تواجه العقوبات بشكل كامل. يعني هل هذه العقوبات أستاذ شهوة الأمريكية على إيران علاقة ربما بالتغيير بالسياسة الخارجية للعراق تجاه الدول العربية؟ أتوقع أنه هذا يعتمد على استراتيجية أساسة في العراق. أنا دائما أقول أن الأحزاب السياسية بعضها بررت عدم انفتاح العراق على الدول العربية بوجود الضغط الإيراني. الآن لدينا عوامل، عدة عوامل تساعد أساسة والأحزاب السياسية إذا كانت لديها إرادة وطنية في الانعتاق من النفوذ الإيراني. أولا السقط الشعبي على هذا النفوذ، ثانيا انشغال إيران بالعقوبات، ثالثا انفتاح الدول العربية أمام العراق منفتحة، رابعا حاجة العراق لهذه العلاقات. الآن لو كانت هناك استراتيجية وطنية مستقلة ومحايدة تفضل مصلحة العراق، هناك فرصة ثمينة لهذا الانعتاق. ولكن السؤال هو هل سيتم استغلال هذا الانفتاح العراقي مع الدول العربية من قبل من؟ من قبل إيران لتوفير البيئة الآمنة المستقرة لمساعدة إيران في تجاوز العقوبات عليها. نحن دائما نسمع أن إيران تعتمد وتريد تعزيز العلاقات التجارية مع العراق لتجاوز العقوبات، يعني ليس لمصلحة العراق، ولا يوجد أي مصلحة تذكر للعراق. لماذا تريد الآن إيران عراقا ربما آمنا الآن؟ هنا السؤال، هل تبني أو مستقرا عفوا وليس آمنا، نعم، تبني الحكومة العراقية لسياسة الانفتاح على دول الجوار كافة والاستقرار والترحيب بالاستثمارات الخارجية، هل هي لأجل العراق، لبناء العراق، لبناء البنى التحتية والخدمات والاستثمار في العراق، أم هي لأجل مساعدة إيران لجلب استقرار آمن؟ طبعا الاستقرار الآن في العراق، إيران يتطلب تخفيف العقوبات على إيران، يتطلب استقرارا في العراق، لأنه إذا في حال أنت تسعى لزيادة لرفع العلاقات التجارية إلى 20 مليار، هذا يتطلب استقرارا في العراق. وبالتالي هل ما يفعله أساسا في العراق من انفتاح على دول الجوار وأيضا اتخاذ سياسة الحياد، هل هي لأجل تحقيق مصالح العراق وتفضيل مصالح العراق، أم هي لأجل تخفيف العقوبات على إيران وتوفير بيئة آمنة مستقرة لزيادة العلاقات التجارية؟ وأيضا كما سمعنا هناك خط ربط سكة حديدية من إيران مرورا بالعراق إلى سوريا إلى لبنان، هذا أيضا استغلالا للاستقرار والأمن في العراق. في هذه النقطة اسمح لي فقط أن أتحول للدكتور فاروق الرابي. دكتور فاروق، إلى أي مدى ترى أنه من مصلحة إيران الآن أن يتحقق عراق مستقر الآن؟ هي إيران تبحث عن مصلحتها. المصلحة إذا تطلبت الظروف أن يستقر العراق، هي بإمكانها أن تسحب ميليشياتها، وبإمكانها أن تخفف من الضغط اللي تمارس هذه الميليشيات، ربما يتحقق نوع من الاستقرار. وكما ذكر الضيف الكريم أنه فعلا إيران لمصلحتها تحقيق الاستقرار، ليس لمصلحة العراق، وإنما لمصلحة استمرار التبادل التجاري، على اعتبار أنه نتيجة العقوبات أصبح أمامها خيار صعب لتحقيق تبادل تجاري ما بين إيران وما بين أي دولة أخرى
باستثناء العراق ربما لوجود الحدود الطويلة، لوجود العمق الإيراني والتغلغل الإيراني داخل العراق. فلذلك من هذا الجانب، ليس من جانب حبا بالعراق ولا مصلحة العراق، ولا هي تبحث عن مصلحة العراق. طيب أستاذ شاهو، يعني تحدث قبل قليل الدكتور فاروق الراوي، لا توجد إدارة، أو عفوا لا يوجد هناك إرادة عربية حاسمة قادرة على ملء الفراغ الإيراني في العراق، لا سيما أن إيران الآن متعرضة إلى ضغوط أمريكية وعقوبات. يعني هل يعني العرب قادرون على ملء الفراغ، حتى وإن كان هناك مثل ما تفضل الأستاذان دكتور أسامة ودكتور فاروق أن هناك تنسيقا أمريكيا وضوءا أخضر، هل يمكن للعرب أن يستثمروا ذلك ليحققوا انضمام العراق إلى وضعه الطبيعي وحاضنته العربية؟ بلا شك المؤتمرات التي حصلت خلال الفترة الماضية، وأيضا الزيارات العربية للعراق والزيارات العراق للدول العربية، فتحت هذا الباب، العودة العراقية للمحيط العربي من جديد. ولكن من الواضح أنه 90% لا تنجح هذه المحاولات في ظل عدم قيام الحكومة العراقية بخطوات ضرورية داخل العراق. ما هي الخطوة؟ أولا يجب هزيمة المافيات والميليشيات. نأتي إلى الميليشيات. طيب. يجب أولا هزيمة معالجة الفساد الموجود والمافيات والرؤوس الكبيرة للمافيا الموجودة في العراق. في الداخل في ظل عدم وجود أي خطوات حكومية لتحجيم دور المافيات الفساد والرؤوس الضخمة للفساد، لا يمكن أن يتحقق أي انفتاح على الدول العربية، وخاصة أنها تعتمد على العلاقات التجارية. طيب. ثانيا تحجيم دور الميليشيات، هذا شيء مهم جدا ولا يمكن تجاوزه، وهذه الدول أيضا لا تقبل بالانفتاح على دولة تدعم ميليشيات، تضم داخل هذه الميليشيات عناصر معارضة لهذه الدول. نحن نعلم أن هناك عناصر من الكويت، من البحرين، من السعودية هربوا إلى العراق وانضموا إلى هذه الميليشيات الطائفية، وهي تهدد هذه الدول وتأخذ الرواتب من الدولة وتعتبر جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة. فكيف يمكن لهذه الدول أن تفتح الباب أمام العراق وهي تدعم هذه الميليشيات الموجودة فيها؟ وبالتالي هذا الأمر أيضا مهم. الأمر الآخر هو أن يكون هناك معالجة ومقاربة للوضع الأمني وأيضا الاقتصادي. نحن دائما نرى أن أي مشروع يتم فتحه في العراق أو أي مشروع استثماري يأتي جهات سياسية يطلبون حصة من هذا المشروع، فالطرف الخارجي ليس مجبورا وليس ملزما أن يستمر في هذه المشاريع. هذه الخطوة، هذه الثلاث خطوات هي خطوات ضرورية يجب اتخاذها داخليا، لا تعتمد على الخارج. يعني الخارج يرى إذا لم يتحقق هذه الأمور لن يكون متحمسا للدخول، حتى لو كان فقط من الجانب الاقتصادي والتجاري، بل سيتوقف إلى أن يحصل هذه معالجة هذه الأخطاء الموجودة. هل الحكومة العراقية قادرة على معالجة هذه الخطوات في سنة أو سنتين أو أكثر، ثلاث سنوات، أو هي لا تستطيع أن تفعل ذلك وهي أيضا لم تكتمل إلى الآن حكومة ناقصة؟ بالعودة إليك دكتور فاروق الراوي، انعقاد مؤتمر برلمانات دول جوار العراق في بغداد في هذا التوقيت، يعني كيف تنظر إليه؟ أعتقد أن السلطات العراقية والحكومة العراقية تبحث دائما عن بروباغندا، عن دعاية، دائما تعقد مؤتمرات واجتماعات لا تسفر عنها أي نتائج إيجابية على أرض الواقع. أتفق مع الأخ شاهوف بأنه إذا لم تتوفر إرادة وطنية حقيقية للانتقال بالعراق من دولة خاضعة إلى النفوذ الإيراني بشكل كامل إلى دولة عراقية، دولة سلطة تحكمها سلطة عراقية تعمل من أجل العراق أولا ومن ثم من أجل الانفتاح على الدول الأخرى، سواء كانت دول مجاورة أو دول شقيقة دول عربية، لا يمكن أن يتحقق أي شيء إيجابي. اجتماع البرلمانيين العرب، سبق أن انعقد مؤتمر قمة عربي في بغداد، ماذا كانت النتيجة؟ انعقد مؤتمر لم يتحقق أي نتائج إيجابية على أرض الواقع.
من ضمن النتائج التي تحققت أن المؤتمر الذي انعقد بالكويت أسفر عنه عدم ثقة المجتمعين بالحكومة العراقية ولم يمنحوا العراق الأموال خوفا على سرقتها، هذه من ضمن النتائج. الحقيقة أنا أرجع إذا تسمح لي دقيقة واحدة، أرجع إلى أنه حجم هذه الأموال اللي المراد استثمارها في العراق ما هي؟ 30 مليار، 40 مليار، 100 مليار. العراق استلم من 2003 ولحد الآن أكثر من 1200 مليار، أين ذهبت هذه المليارات؟ ذكر الأخ شاهو أنه مافيات الفساد، نعم مافيات الفساد هي خطر كبير يهدد أمن واستقرار العراق أكثر من ما تهدد أي منظمات إرهابية أخرى، لأن مافيات الفساد هي اللي استطاعت أن تنهب أموال العراق عبر هذه السنوات الماضية. من ضمن الأمور التي ذكرها الأستاذ شاهو القرداغي بالإضافة إلى الفساد والمافيات، الميليشيات وغيرها من الأسباب التي ربما إن لم يتمكن العراق من معالجتها سوف يظل تحت الهيمنة الإيرانية مثل ما تفضل الأستاذ شاهو. ما هي فرص انعتاق العراق من الهيمنة الإيرانية من وجهة نظرك دكتور فاروق؟ في ظل وجود هذه السلطة المؤمنة، أركز على أنه السلطة هي مؤمنة بأنها تبعيتها إلى إيران نتيجة ولائها الديني، ولائها الطائفي. هذه السلطة إذا لم تتغير السلطة لا يمكن أن تضرب الميليشيات، لأن الميليشيات انبثقت عن الأحزاب الحاكمة، ليس هناك فرق ما بين الميليشيات وما بين الأحزاب الحاكمة. الميليشيات انبثقت من الأحزاب الحاكمة ومن الكتل البرلمانية. طيب أستاذ شاهو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال يعني بعد انعقاد المؤتمر يعني في بيان أكد أن العراق قائم على التعاون مع دول الجوار جميعا ويرفض الانضمام لأي محور على حساب دول أخرى. من وجهة نظرك يعني فرص انعتاق العراق من الهيمنة الإيرانية كيف تنظر إليها؟ هل هناك يعني فرص فعلية موجودة على الأرض لانعتاق العراق من الهيمنة الإيرانية؟ بلا شك تصريح رئيس الوزراء تصريح جميل وإيجابي، وأيضا صرح رئيس الجمهورية بأن العراق سيكون ساحة لتلاقي المصالح، ورئيس البرلمان أيضا أكد هذا الأمر. ولكن في امتحان صغير عندما تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، الخارجية العراقية ورئاسة الوزراء وأبرز الأحزاب العراقية والمؤسسات العراقية نددت بهذا القرار واعتبرته ضربا للاستقرار في المنطقة. ما هذا النوع من الحياد؟ ما هذا النوع من الحياد؟ لا 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 أفهم، هل هو فعلا التزام بسياسة الحياد؟ وما علاقة العراق بالحرس الثوري وهي منظمة مؤسسة تدافع عن قيم الولايات الفقيه في إيران؟ وبالتالي أثبتوا خلال هذا الموقف أنهم لا يلتزمون بالحياد، هم لا يلتزمون بالحياد. الخارجية العراقية نددت بهذا القرار واعتبرته ضربا للاستقرار في المنطقة. وبعدها أكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أن الحرس الثوري الذي يسيطر على جزء من الاقتصاد العراقي، وبالتالي لا يمكن للحكومة العراقية أن تتخذ هذا الخيار خيار الحياد بشكل سهل. يعني مجرد الانفتاح على الدول العربية خرجت ميليشيات تهدد الحكومة وتدعو إلى قطع العلاقات مع السعودية، وهذه الميليشيات لديها تواجد في البرلمان، وبالتالي البرلمان من الممكن أن تعرقل أي خطوة للحكومة على هذا الانفتاح. ونظريا هذا الكلام يعتبر سهل، الانفتاح وسياسة الحياد، ولكن عمليا صعب جدا، وخاصة في ظل عدم اتخاذ أي خطوات يعني حقيقية لتحجيم دور الميليشيات التي تفتخر بعلاقتها مع إيران. اسمح لي أن أنتقل للدكتور فاروق. دكتور فاروق، يعني هناك أخبار سابقة منذ العام 2016 و17، المعارضة البحرينية و كذلك في الكويتية والسعودية لديهم عناصر داخل الحشد، كيف سيكون بمقدور الحكومة في العراق معالجة ملف يعني هذا الملف في سبيل تحقيق ضوء أخضر أمريكي مثل ما تفضلت؟ أنا
لا زلت أؤكد على أن هذه الأحزاب ولائها هو إلى ولاية الفقيه، وما يحصل بالنسبة إلى الحزب الحاكم في العراق هو ولائه. كلنا نتذكر أيام أحداث البحرين، كيف انبرى إبراهيم الجعفري، وكيف انبرى حيدر العبادي ونور المالكي وعمار الحكيم، وهاجموا البحرين فقط لأنها حاولت أن تقمع أعمال إرهابية. نعم نعم أي نعم ما دكتور فاروق، انقطع نعم الصوت. نسمعك جيدا، نسمعك جيدا نعم ها يعني. نعم جيد. فلذلك هذه القوى، هذه ولائها محسوم إلى إيران. ولذلك أنا أعتقد أنه الشيء اللي ممكن أن يكون إيجابي حينما تتوفر إرادة وطنية وخارج هذه المنظومة الحاكمة حاليا في العراق. لذلك هي ولائها لهذه الميليشيات أكثر من ولائها لعلاقات عربية عراقية. نعم أستاذ شاغو، ما أسباب غياب سياسة وطنية واضحة في التعامل مع العمق العربي انطلاقا من موضوع الميليشيات التي ذكرتم قبل قليل بأن هناك يعني عناصر داخل كل الدول العربية موجودة هي تنتمي إلى ميليشيا الحشد، والكثير من الميليشيات هي موالية لإيران، كيف يمكن يعني عمل موازنة لهذا الأمر في سبيل الوصول إلى سياسة وطنية واضحة؟ الغياب السياسة الوطنية التي تتبنى تقديم مصالح العراق على مصالح الآخرين بسبب وجود أطراف سياسية مرتبطة بإيران وتفتخر بهذا الارتباط، وتاريخيا قاتلت مع إيران ضد العراق، وبالتالي إذا كان هؤلاء هم وراء صياغة سياسات العراق فمن المؤكد أنهم لن يصيغوا سياسة وطنية تقدم مصالح العراق، بالعكس يصيغوا سياسات تقدم مصالح إيران على حساب العراق، وهذا ما حصل خلال السنوات الماضية، والآن يتم إثبات هذا الشيء على أرض الواقع عندما ترى دولة منهارة ليس فيها خدمات ولا بنى تحتية. وإيران أيضا لم تكتفي بمساعدة أحزاب سياسية، أيضا أنشأت فصائل مسلحة وميليشيات حتى تكون الاوبشن او الخيار الاخر في حال محاوله هذه الاحزاب السياسيه الانعتاق من النفوذ الايراني، وبالتالي هناك احزاب سياسيه، ايضا هناك ميليشيات، ايضا هذه الميليشيات متفرقه يعني تدعم اكثر من ميليشيا، وحتى يكون هناك صراع داخلي ايضا فيما بينهم. من اجل بلوره هذه السياسه يعني من وجهه نظرك، مدى فعاليه الانفتاح على العراق في التأثير على الواقع العراقي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي داخل العراق؟ يعني هناك ربما سياسة أو سياسة معينة تؤدي بالتالي إلى تغيير في داخل الواقع العراقي من الداخل، إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر هو بفاعلية؟ هذا الأمر أيضا كما قلنا في البداية أن هناك خطوات على الحكومة العراقية أن تتخذها حتى تكسب الدعم الخارجي، أيضا الدول العربية عليها هذا الواجب الكبير، وهو مراقبة الدعم التي يتم إعطاؤه للحكومة العراقية، ومراقبة أين تنفق هذه الأموال، وكيف هل هناك تأثير إيجابي على أرض الواقع. في حال وجود هذه السياسة لدى الدول العربية وتم اتباع هذه السياسة ولم يتم تقديم المساعدات فقط بشكل عام، في حال اتباع هذه السياسة من الممكن الحصول على نتائج إيجابية داخل الشارع العراقي، وأيضا بلورة أحزاب جديدة أو أطراف سياسية جديدة تفضل المصالح أو تفضل العلاقات مع الدول العربية وتحقق هذا الحياد أو هذا الاستقلالية التي نصب إليه، وأيضا تحقق إيجابية من هذا الدعم الموجود، ولا يكون مجرد دعم مؤقت للحكومة أو لأطراف سياسية داخل العراق تستخدم هذا الدعم فقط لأجل مصالحها ولأجل تحقيق مصالح إيران أيضا في العراق، بل يكون هناك مصلحة وطنية والمواطن أيضا يستشعر أو يشعر بهذه المصلحة ويشعر أن هذا الانفتاح مع الدول العربية قد أدت إلى نتائج إيجابية، وبالتالي يشجع على هذا الأمر وينفر من الأحزاب السياسية التي أدت إلى القطيعة مع الدول العربية. نعم دكتور فاروق، ذكرتم أنه لا توجد إرادة عربية حاسمة قادرة على ملء الفراغ الإيراني في العراق، وإيران يعني لن تسمح بفتح أبواب العراق على
العالم، مثلما أيضا تفضل الدكتور أسامة الملوحي. إذن ما المطلوب والخطوات اللازمة من العرب، الدول العربية، من العمق العربي لاحتضان العراق مرة أخرى وإعادته إلى وضعه الطبيعي؟ وليس ملء الفراغ، ولكن ليست قادرة، ليست هناك إرادة عربية قادرة على إخراج العراق من النفوذ الإيراني. قوة إيران ونفوذ إيران بوجود سلطة منحازة إلى إيران، تبعيتها إلى إيران، تجعل الطرف العربي غير قادر على ملء الفراغ، وليس أنهم هم غير قادرين، لأن السلطة الموجودة الحاكمة فعليا انحيازها وتبعيتها إلى إيران هي أقوى من تبعيتها إلى العالم العربي. إضافة إلى ذلك، لا توجد إرادة مجتمعة عربية لدعم العراق. العرب الآن دول متفرقة، لم تستطع كل مؤتمرات القمم العربية اللي أن تحسم خلاف عربي واحد، سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في السودان أو في الخليج، في ما بين قطر ودول عربية أخرى. إذن الموقف العربي موقف ضعيف، ليست هناك إرادة مجتمعة لمساعدة العراق في هذا الجانب. من هذا الجانب أنظر إلى أنه صعوبة أن يتحقق التواجد العربي في العراق في المرحلة الحالية. نعم أستاذ شاهو، بالعودة إليكم، بعد اعتبار الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية بعد انتقاض الاتفاق النووي الإيراني، الكثير من الأمور تدل على أن هناك اتجاه أمريكي للحد الفعلي من النفوذ الإيراني في المنطقة. هل ترى أن هذا النفوذ الإيراني قد انحسر في المنطقة؟ هناك شعور، وهذا الأمر واضح من خلال النظرة إلى الواقع، نرى أن هناك طبعا هناك تحجيم لوجود الأمريكي، وجود الإيراني وأيضا النفوذ الإيراني، وهذا نراه عندما نرى الضغوط الأمريكية أيضا على الأطراف السياسية التي من الممكن أن تساعد إيران داخل العراق. حتى هناك تهديدات أمريكية للأطراف العراقية التي قد تساعد إيران أو تساعد الحرس الثوري، وبالتالي هذه الخطوات سوف تؤدي مستقبلا إلى تحجيم دور إيران في العراق أيضا وفي المنطقة بشكل عام. ومن الممكن أن يكون فرصة أيضا للتخلص من أذرع إيران في المنطقة، خاصة الميليشيات التي تم بناؤها في المنطقة لزعزعة ولإشعال الفوضى في ظل رفض شعبي لهذه الميليشيات. ولكن هذا أيضا يعتمد على الخطوات التي تتخذها الحكومات في هذه الدول مثلا. ولكن يعني الإعلام يتكلم شيئا والواقع فيه شيء آخر. يعني أمريكا اعتبرت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، والحديث الإعلامي عن هناك تقارب ما بين الحكومة في العراق والدول العربية، ولكن على الأرض هناك ميليشيات مسيطرة بالكامل على جميع مفاصل الدولة وجميع مفاصل العراق. يعني كيف تنظر لذلك؟ هل هناك تناقض في الأمر؟ أنا أتوقع قد يكون المعالجة تدريجية. من البداية، في البداية تم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعدها تحذير الأطراف التي قد تتعاون مع الحرس الثوري، وأيضا الإعلان أن الحرس الثوري لديه حصة أو تسيطر على جزء من الاقتصاد العراقي. وهذا الأمر قد يؤدي مستقبلا إلى تصنيف الميليشيات العراقية التي مرتبطة بالحرس الثوري كما فعلوا مع النجباء سابقا وكتائب حزب الله. وهذا الأمر يؤدي إلى ضغوطات أكبر على الحكومة العراقية للتعامل مع هذه الميليشيات وتحجيمها مستقبلا وعدم فتح الباب أمامها أو إعطائها الرواتب من الحكومة العراقية. في ختام هذه الحلقة أشكر سيد شاهو القرداغي الباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو. شكرا لك أستاذ شاهو. شكرا جزيلا. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور فاروق الراوي الأكاديمي العراقي والسفير السابق. شكرا جزيلا. وشكر موصول أيضا إلى دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية، في أمان الله.